المتهمين اللي دخلوا وانحكموا واصبح مجرم بنظر القانون وتم اعتقاله على اساس جريمه هو اصلا ما مسويها بسبب المخبر السري، والبعض دخلوا للسجون بالانتماء الارهابي عن طريق مستمسكاتهم اللي طلبوا بها شريحه، مثلا اشترى بها شريحه، لان سابقا كانت الشريحه مجرد مستمسكاتك تقدر تشتري شريحه لاي شخص. من يتم التحقيق والمتابعة عن الاتصالات اللي صارت بها الجريمة أو التفجير الإرهابي أو غيره راح تطلع باسم هذا الشخص، ترى هذا الشخص يجيبوه غصبا عليه ويعترف ويتم يعترف بالتعذيب حتى لو ما يعترف بالتعذيب. ما يجي ببالكم التعذيب اللي تعرضوا له؟